متابعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وجولة جديدة في أسواق المال والشركات والطاقة حول العالم وكل جديد لليوم الثلاثاء. بانكير نبض البنوك. والبداية مع الحدث العالمي الأهم والمرتقب، وهو اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث تترقب الأسواق التصريحات الصادرة عن مسؤولي البنك خلال وبعد اجتماعه المنتظر هذا الأسبوع، والتي يمكن أن تعطي إشارات بخصوص موعد القرار الحاسم فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، لا سيما في ضوء عدد من المعطيات المعقدة التي تجعل من الصعوبة بمكان توقع الاتجاهات القادمة خلال العام. وتتضمن تلك المعطيات مجموعة من البيانات الاقتصادية التي تعطي دلائل متناقضة تعزز حالة اللايقين السارية في الأسواق بخصوص اتجاهات الفيدرالي وموقفه من خفض الفائدة ونسب الخفض خلال العام الجاري. الخبر التالي في جولتنا العالمية حول الطلب العالمي على الذهب، والذي حقق قفزة في الربع الأول من 2024. ووفقا لبيان مجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب العالمي على المعدن النفيس 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024، مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016 بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة. وأدى الطلب على الملاذ الآمن مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية وارتفاع الطلب من المشترين الأسيويين إلى ارتفاع أسعار الذهب في مارس وإبريل، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول إلى متوسط قياسي عند 2070 دولارا للأونصة. ما زلنا في الجولة العالمية ونذهب إلى تركيا، والتي قفزت فيها إيرادات السياحة في الربع الأول من 2024 بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 8.78 مليار دولار، ليحافظ القطاع على أدائه القوي. وأوضحت المعطيات أن 21% من إيرادات السياحة في الربع الأول من العام الجاري جنيت من زيارات المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج. وقفزت الإيرادات في عام 2023 بواقع 17% عن العام السابق عليه إلى مستوى قياسي بلغ 54.32 مليار دولار مع تلاشي تداعيات جائحة كورونا. ومن تركيا إلى ماليزيا، وأعلن شركة كنتاكي ماليزيا للوجبات السريعة إغلاق عددا من فروعها في البلاد مؤقتا، مرجع القرار إلى ظروف اقتصادية صعبة، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن عمليات الإغلاق جاءت نتيجة حملة مقاطعة بسبب روابط متصورة لسلسلة الوجبات السريعة مع إسرائيل. وتؤيد ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة الفلسطينيين وبقوة، وجرى استهداف بعض شركات الوجبات السريعة الغربية بالبلاد بحملات مقاطعة بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة. والخبر الأخير في جولتنا العالمية من مجموعة السبع، والتي اقتربت من الوصول إلى اتفاق للتخلي عن الفحم. وقالت التفاصيل إن وزراء المناخ والطاقة والبيئة في دول مجموعة السبع المجتمعون في إيطاليا على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم خلال النصف الأول من ثلاثينات القرن الحالي، بينما دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر طموحا. وتستضيف إيطاليا التي تترأس مجموعة السبع هذا العام أول اجتماع سياسي كبير حول المناخ منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيير المناخ كوب 28 في ديسمبر في دبي، حين التزم العالم بالتخلي تدريجيا عن الفحم والغاز والنفط. وإلى هنا مشاهدينا تنتهي نشرتنا، شكرا لطيب المتابعة، كانت معكم مريم كمال من بنكير، شكرا لكم وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.